السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، إلى حلقة خاصة من برنامجكم منبر الثورة، والتي خصصناها لاستقبال مسيرة الروح الثورية القادمة من تعز. من تعز روح الثورة وريحانتها انطلقت مسيرة الروح حاملة مشاعر الثورة المتقدة لإيقاد شعلتها من جديد، مسيرة تؤكد مطالب الثوار والثائرات في عموم محافظات الجمهورية على إقالة الفاسدين ومحاكمة القتلة وإعادة الأموال المنهوبة. يا طيب لنا مشاهدينا الكرام أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو مجموعة من رواد هذه المسيرة. معنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد رشاد الأكحلي، مقرر عام اللجنة الإشرافية، أهلا ومرحبا بك. كما نرحب أيضا بالأستاذ محمد حميد القدسي، مساعد رئيس اللجنة الإعلامية، فأهلا ومرحبا بك. كما نرحب مشاهدينا الكرام بالأستاذة جميلة البهرمي، مسؤولة البرامج في مسيرة الروح، أهلا ومرحبا بك. كما نرحب أيضا بالأستاذة جميلة جغمان، مشرفة أو مسؤولة التنسيق والعلاقات في مسيرة الروح، أهلا ومرحبا بكم جميعا. بداية لو بدأنا أخي محمد، كونك كمقرر لهذه اللجنة الإشرافية التي أشرفت على هذه المسيرة، كيف جاءت فكرة المسيرة؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، جاءت فكرة المسيرة من شباب في الساحة، بدأت كفكرة تناقلها الشباب وطرحوها، من ثم تم طرح هذه الفكرة وبدأ تنفيذها على أرض الواقع. حقيقة كل الشباب الذين عملوا لإنجاح هذه المسيرة كانوا أغلبيتهم مستقلين، لا يتبعون أي جهة، بدأوا في الفكرة ومن ثم كما الآن هي تكللت بالنجاح. نعم أخ محمد القدسي، منذ متى بدأ الإعداد لهذه المسيرة؟ الإعداد لفترة شهر يعني بدأت الفكرة، وبدأ الإعداد إلى يوم الاثنين 15/10، التهيئة وإنشاء اللجان الإشرافية وترتيب يعني اللجان بشكل عام، اللجان الإعلامية واللجان الإشرافية العليا. و يعني تم الترتيب أولا مجموعة اللجان التي ستشرف على هذه المسيرة، ومن ثم تم بعد ذلك إبلاغ الناس، أو كيف يعني؟ بدأ الإعلام من خلال صلاة الجمعة وخطب الجمعة والإعلان لصحيفة صحف المكونات، منتدى المبدعين وكذا، مكونات الشبابية في الساحة، والإعلان يعني كان أغلبه بخطب الجمعة، يعني بصلاة الجمعة الإعلان للمسيرة. ويبدو أن يعني في هذه النقطة بالذات كان للبعض مآخذ عليكم في هذه النقطة. أستاذة جميلة، أنت كمسؤولة جميلة البهرمي، أنت كمسؤولة البرامج، يعني البعض يأخذ عليكم في هذه المسيرة أنه لم يتم الإعداد الصحيح لهذه المسيرة، ما ردكم على مثل هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الإعداد كان يعني تمام الحمد لله رب العالمين، لكن لا يخلو الإنسان أنه يكون هناك نقاط ضعف أو يعني مثلا سهو قد يكون، لكن كان الإعداد والإعلان مسبقا في كل صلاة أنه من أراد الالتحاق بالمسيرة عليه يعني تسجيل اسمه في الخيمة، وكان في بعض الشباب يسجل أسماء الرجال والأخوات يسجلن، الأستاذة كيف تسجل أسماء النساء. يعني كان هناك إعداد ترونه مناسب يعني على إلى حد كبير. إلى حد ما. طيب أستاذة، أنتم في إطار إعدادكم لهذه المسيرة حددتم لا شك من أهداف ووسائل ورسائل ورسالة لهذه المسيرة، ما هي أهم أهداف المسيرة التي أردتم إيصالها؟ بالنسبة أولا إحنا طبعا أسمينا المسيرة مسيرة الروح الثورية، يعني الغرض من الاسم هو إحياء الروح الثورية في كل ثائر وثائرة يمنية. طبعا الكثير من الشباب الكثير من يعني الناس يقول يعني مثلا الثورة خلاص ما عاد فيش ثورة باليمن،
لكن احنا كانت تصعيد الثوري هذا اللي هو مسيرة الروح الثورية كان من أجل هذا، يعني من أجل هذا، يعني هذا يعتبر سبب رئيسي. كانت إحياء، محاولة للتجديد. نعم، كان عبارة عن تصعيد ثوري نوعي من أجل إحياء قضية الثورة اليمنية. الثورة اليمنية لم تنتهي إلى الآن، لم تنتهي، لأن مطالبنا لم تنتهي إلى حد الآن. طبعا كان الأهداف الرئيسية التي خرجنا من أجلها هو من أجل إقالة الفاسدين. طبعا تعز تقريبا تتعرض لإقصاءات شديدة من لا أدري من المسؤولين من آخرين، ما أدريش من فين بالضبط، لكن هي فعلا تتعرض لإقصاءات عديدة. ما زال الفاسدين على كراسي الحكم، ما زال الاضطهادات في المؤسسات الحكومية، ما زال إلى آخره من المآسي. فكان يعني الهدف من طلوعنا لصنعاء هو من أجل أن يعني نذهب إلى رئاسة يعني رئيس الحكومة عبد الرب منصور هادي الجمهورية من أجل إقالة الفاسدين، يعني كهدف رئيسي وأول في تعز، لأنه فعلا نحن نعاني من أشياء كثيرة جدا في تعز، سواء على يعني مستوى الساحة أو على مستوى المؤسسات الحكومية كوني موجهة تربوية في التربية. فنحن ما زلنا لغاية الآن نعاني من مشاكل كثيرة جدا، فكانت هذه من الأهداف الرئيسية. يعني أردتم إيصال صوت أبناء تعز من خلال هذه المسيرة. نعم. من أجل يعني إيصال صوت أبناء تعز للمطالبة بإقالة الفاسدين. هل هناك أهداف أخرى أردتم إيصالها أو رسمتم لها ورسمتم تحقيقها من خلال هذه المسيرة؟ حقيقة خرجت المسيرة من أجل أهداف عديدة، منها إقالة الفاسدين من باتوا اليوم، ما زالوا اليوم يتربعوا على مصادر الحكم والسلطة في مدينة تعز، من كانوا سبب في قتل الشباب ساحة الحرية في كثير من المسيرات والاعتصامات في محرقة ساحة الحرية. خرجت المسيرة لإسقاط الحصانة التي منحها علي عبد الله صالح لها ظلما، ولا يحق أحد أن يعطي حصانة في دم شهيد، لا حصانة لدم شهيد. خرجت المسيرة لاسترداد الأموال المنهوبة واستردادها. خرجت المسيرة من أجل إزاحة المعسكرات من وسط المدن اليمنية إلى خارج المحافظات. خرجت المسيرة لأهداف عديدة، لكن هذه هي المطالب الرئيسية والأساسية التي نريد أن نوضحها إلى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ولكل المختصين ومن يعنيهم الأمر. من خلال انطلاقكم في المسيرة وأنتم تنطلقون في مسيرة الروح القادمة من تعز، هل شعرتم بأن بعض أهداف المسيرة بدأت تتحقق وأنتم في الطريق، سواء من استقبال المارة لكم أو من استقبال أهل المناطق وأنتم التي تمرون عليها؟ ما أقول أنه مسيرة الروح هي تدشين لمرحلة ثانية للثورة اليمنية. مسيرة الحياة كانت تدشين لإسقاط يعني رأس النظام، مسيرة الروح عادت الروح للثورة اليمنية ولاستعادة القرارات. يعني كانت نعتبرها أنها كأنها إعلان لمحاكمة رأس النظام، بداية مرحلة يعني محاكمة المخلوع، استرداد الأموال المنهوبة، إقالة بقايا العائلة، هيكلة الجيش اليمني على أسس وطنية. يعني شعرنا أننا بمرحلة ثانية ونحن نمر بالمناطق. يعني صحيح أنه كان في تقصير من جانب التنسيق في بعض المناطق كذا، لكن المسيرة أخذت طابع يعني تجديد للناس. شعروا أنه قد مرينا على الثورة لسنين، اليوم نحن بمسيرة الروح جددنا شيء جديد. خرجوا الناس، خرجوها يعني كأنه عاد في ثورة، كلهم أيوة في محاكمة، في استرداد الأموال. لم ننتهي من الفعل الثوري. لم ننتهي يعني من الفعل الثوري. وكما هي عادة أبناء تعز في الإبداع في إيصال رسائلهم الرائعة،
أستاذة جميلة، هل يعني هل هذا مجمل الرسائل أو الرسائل التي أردتم إيصالها فقط من خلال هذه المسيرة، أم أن هناك رسالة أساسية أردتم إيصالها إلى صناع القرار وإلى أيضا الشعب اليمني؟ هي يعني لدينا مطالب، والمطالب هذه نحن أولا نريد أن نبني هذا الوطن المعطاء. هذا الوطن لن يبنى إلا يعني سبحان الله، هناك حجر عثرة واقفة في طريق الثوار والثورة، هذا حجر العثرة وهذه حجر العثرة هي بقايا العائلة، فلا بد من إزاحتها. فهذا أهم مطلب وأول مطلب قبل إزاحة العائلة. هناك معتقلين على أثر الثورة، نحن تنفسنا عبير الحرية، ولكن هناك معتقلين لا زالوا في داخل المعتقلات السياسية. نود ونتمنى ونريد أيضا نطالب بالإفراج عنهم، هذا أحد أهداف أيضا مسيرة الروح الثورية. من المطالب أيضا يعني استرداد الأموال المنهوبة، بناء الوطن يحتاج إلى مال، أموالنا نحن نقتل بها، وكل منجزات الثوار والثورة يهدمونها بأموال شعب يعني التي نهبوها من البنوك. فهذه يعني بعض مطالب المسيرة. نعم، بالنسبة للاستقبال في وأنتم مارون في الطرقات والمناطق، مررتم بمحافظة ذمار بكثير من المناطق، كيف وجدتم الناس في استقبالكم؟ طبعا بالنسبة للاستقبال، أنا طبعا هنا أقدم اعتذاري للجميع لأنه لم يتم تنسيق بالشكل المطلوب بيننا وبين المحافظات الأخرى. هناك مسؤولة العلاقات لا لا والتنسيق. أستاذي، أنا بكلمك الآن مسؤولة التنسيق والعلاقات صح، لكن بلغته قبل يعني وقت طلوع الباص. وهذا من سوء التنظيم إن صح القول. فإيش إيش عملي إيش عمل ما حدش بلغني. فيعني إيش اللي وجه لي؟ قالوا بس يعني تنسيق علاقات بين الباصات، طلعي ذا اعملي ذا بس. يعني أنا أفتكر إنه بين محافظة ومحافظة خلاص قد تم التنسيق عبر مثلا المجلس الثوري، عبر يعني ما أدري إيش اللي حصل بالضبط. هو كان زي ما قالوا الأخوة، هو إنه بالنسبة للتنسيق من البداية، هو طبعا كانت قبل شهر فعلا، وكان الترتيب له نوعا ما يعني جيد من ناحية الإعلان عنه وكذا. لكن وصلنا للمرحلة الأخيرة والتشطيبات النهائية لم يتم الإبلاغ عنه بالشكل المطلوب. وبهذا تعذر الناس؟ نعذر الناس. رغم هذا ورغم هذا رغم هذا أنا أقدم اعتذاري لمحافظة إب، رغم المأساة اللي عملنا لهم هي، لكن ما شاء الله عليهم يعني أثبتوا ماذا تقصد بالمأساة التي المأساة اللي يعني استقبلونا يعني قمة في الاستقبال، لكن احنا الغلطانين. يعني كان في اعتذار من الطرفين، اعتذار من الطرفين، يعني نعتذر لكم هم يعتذرون لنا وهكذا. فأنا يعني فعلا أقدم لهم اعتذاري من هنا، لأنه فعلا لم يكن هناك تنسيق بيننا وبين محافظة إيب أو بيننا وبين محافظات أخرى. يعني بعد أن تم الخطأ الذي تم في إيب بدأ التنسيق من هناك. أنا يعني لو سمحت لي أوجه فقط شكر وتقدير لأبناء محافظة يرين، سواء نساء أو رجال، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. يعني أعد للنساء المكان، صالة أفراح وكما هي عادة مدينة يرين وأبناء يرين. مدينة يرين لأنه أساسا بدأ التنسيق من هناك، حتى كانوا في يعني على غرار مسيرة الحياة كانت هناك يعني حفاوة في الاستقبال في مدينة يريم. بالنسبة يعني خلال مسيرتنا، يعني مش إنه ما كان فيش مثلا استقبال، هو كان في استقبال، وبالذات أول ما دخلنا مدينة صنعاء، محافظة صنعاء، كان استقبال رائع يعني من كثير من يعني على رصيف الشوارع يعني كان. نعم. فكان ممتاز يعني رغم إنه ما فيش تنسيق، لكن كان ممتاز جدا يعني بجهود الشباب الصغار. نعم. في عموم محافظات الجمهورية لا شك. ارتباط مسيرة الحياة بروح الثورة والروح الثورية، لو استطعنا أن نقيم مقارنة ما بين مسيرة الحياة والتي جاءت من تعز مشيا على الأقدام ومسيرة الروح الثورية التي جاءت من تعز بالسيارات، ما هي نقاط الالتقاء في هذه المسيرتين؟ كلتا المسيرتين جاءت من تعز، سواء جاءت راكبة أو سيرا على الأقدام إلى مدينة صنعاء، إلى العاصمة صنعاء. نقطة الالتقاء أنها كلتا المسيرتين جاءت لتوصيل مطالب أو رسالة معينة كان يريدها أبناء محافظة تعز
من الجهات المختصة. مسيرة الحياة بالاستطاعة أن نقول أنها أتت في وقت ما زال الزخم الثوري متواجد في عموم المحافظات الجمهورية. مسيرة الروح الثورية جاءت وقد أخلوا بعض الساحات وأشياء زي بعض الساحات، فكان لا يعني تلاقونا باستقبال حار ومشت الأمور. نعم، في من خلال مسيرة الحياة ومسيرة الروح الثورية، ما هي أبرز النقاط التي مررتم بها مقارنة، كونك شاركت تقريبا في المسيرتين، ما هي أبرز النقاط التي مررتم بها وكنتم تستذكرون مسيرة الحياة؟ في لا شك أنكم مررتم بمدينة القاعدة كحلة. مررنا في منطقة النجد الأحمر، كانت هناك صورة لمخلوع على رأس أحد الجبال، طلع الشباب زلوها، سمعنا إطلاق النار يعني من بعض الناس اللي بقايا المحافظين للمخلوع المرتهنين على الماضي يعني. هذه حادثة، والحادثة الأخرى نحن في دار سلمى الآن، يعني نحن في جولة دار سلم، نعلن المحاكمة، يعني نعلن المحاكمة للمخلوع في جولة. راح من الشهداء 10 شهداء مسيرة الحياة، نقرأ الفاتحة فإذا بهم يتعرضون للمسيرة من الخلف، لأنه كان معنا وزارة الداخلية، نحيي وزارة الداخلية، أحرار وزارة الداخلية الذين وصلوا معنا من نقطة، طبعا من أول استمر. نقطة في دار سلم، نعم، و يعني فاستفزوا فأتوا بالآخر المسيرة، حاولوا يعني محاولة لكنها فشلت، وانطلقت المسيرة من جولة دار سلم. لا شك أنها ستفشل أمام صمود وثوار صمود أبناء محافظة أنا أشتي لا تعز. أذكر أنه مسيرة الروح للثورة اليمنية هي لاستعادة حقوق تعز المنهوبة، تعز الجريحة المظلومة، تعز الثورة، لكنها لم تحصل على شيء من الثورة. يعني لماذا البعض يتساءل، يعني لماذا تعز بالذات؟ ليست كل المحافظات الجمهورية هضمت وما زالت مهضومة إلى اليوم، تعز كأن لماذا أنتم تريدون أن تخصصوا كأن تعز هي مظلومة وحدها دون غيرها؟ تعز كأنها أريد لها أن يبقى فيها القتلة والمجرمون، أن يبقى ضبعان، أن يبقى البخيتي، أن يبقى وكلاء المحافظة، أن يبقى مدراء مؤسسات شاركوا بالقتل مباشرة أو غير مباشرة، يعني في كأنه يعني لا تعلم. أتى لنا محافظ جديد استبشرنا خيرا، إلى اليوم لم نرى، وهذا ما أعطى إحباط عند الشباب عند الثوار في تعز، يعني يشعرون أن يعني إلى اليوم قضايا العسكريين، قضايا التعويضات المباني، قضايا الشهداء والجرحى، قضايا الانفلات الأمني يعني المريع، يعني جاءت هذه المسيرة لكي يعني ترفع. قضايا كثيرة جعلتنا. نعم، أنا شعرت يعني قبل أن أستذكر أهداف المسيرة الرئيسية، ألا وهي يعني محاكمة واسترداد الأموال المنهوبة، يعني أعطاني دافع تعز يعني إلى اليوم المسيرات، الاعتصامات، يعني إلى اليوم لم يقال مدير مؤسسة، مدير التربية والتعليم، مسيرات، اعتصامات، يعني يعني كانت هذه مستمر. المسيرة من هذه أجل رفع الصوت. دافع ورفع صوت قوي، حتى أن الكلمات المعبرة والشعارات أمام منزل رئيس الجمهورية كانت أغلبها لتعز. تعز يعني لابد ما تنصف، ويعني تعز الثورة لابد ما يعني يعني يكون لها نصيب. لم يكن الموضوع تحيزا او تعصبا لمحافظة تعز فقط، يعني نوع من الاستهزاء في بعض يعني الناس، يقول مثلا تعز الآن أصبحت فقط عبارة عن احتجاجات، اعتصامات، كذا كذا، يعني ما عاد يعني ما عاد معانا شيء. يعني أي عمل نعمله احنا لما نقوم بوقفة احتجاجية او اعتصام او مثلا تصعيد ثوري او خلافه، لأنه أصلا ما وجدنا شيء إلى غاية الآن.
لم نحصل على شيء إلى الآن، ما فيش أي حاجة لحد الآن تغيرت. بينما حصل تطور في محافظات أخرى. أيوة، هنا تعز، تعز ما زالت مهضومة إلى الآن. نحن نعاني كثوار داخل الساحة وخارج الساحة، نحن نعاني. فنريد يعني نريد حل. يعني هل يعني الفاسدين هذا هل لازم يعني يجلسوا بكراسي الحكم؟ إلى متى؟ يعني شيء احنا حل إلى متى؟ نريد يعني إقالة الفاسدين هذا، يعني أعتقد أنني قدمت أول هدف من أهداف الثورة هذا إقالة الفاسدين بمحافظة تعز. محافظة تعز لم تتنفس حتى الآن، وأنا أقدم رسالة، محافظة تعز لم تتنفس حتى الآن. نريد نشتين فعلا نشعر بعبير الحرية، ما ارتحنا شيء لغاية الآن. إلى الآن لم تدر عجلة التغيير في محافظة تعز؟ أي عقل ذلك؟ لم يتم تغيير المحافظة للمحافظة؟ تم تغيير، لكن ما فيش جديد بالشباب صناع الحياة ولمسة إبداع كده، عاملين لنا ألوان وأشياء علشان يعني يعطونا يعني إنه في تغيير، إنه في جديد على الجدران، يعني بمجهود شخصي. ما فيش أي جديد لغاية الآن. نحن نريد تغيير على أرض الواقع. تطالب مسؤول أو تطالب هذا يقول لك هذا جاي يشحت، جا يعني ما فيش حتى احترام للثور، للإنسان الثوري، ما فيش احترام. ما هو التغيير الذي تريدونه أنتم؟ أولا هو تم تغيير المحافظ، لكن هناك مؤسسات حكومية لم يتم فيها تغيير الفاسدين، مثل مكتب التربية والتعليم، مثل بعض المعسكرات لا زال الآن طبعا يتربع على عرش بعض المعسكرات. يعني هذا، وطبعا هناك كثير منا يتأذى من هذا الموضوع، لأنه ضبعان وغيره هم من شاركوا أو كانوا لهم النصيب الأوفر والكبير في قتل وسفك دماء الشهداء والشهيدات. فلما ينظر أهالي الشهداء إلى هؤلاء وهم لا زالوا يسرحون ويمرحون، يعني شيء يستفز بصراحة. الشيء الثاني، لما تكون المؤسسات كلها يعني يتم تغيير رأس الهرم فقط، نحن نريد تغيير القاعدة إلى الهرم الكل، يعني المثلث بكامله، علشان يعني يتم التصريح. لكن هذا قد يكون موضوع صعب، التغيير بهذا الشكل يحتاج إلى وقت كثير، نبدأ. وقد يستحيل على الدولة وعلى الحكومة أن تقوم بهذا التغيير في غضون نبدأ سنتين بالرمز. يعني على الأكثر في المرحلة الانتقالية. هذا طيب أقل شيء أستاذي، يعني مثلا إحنا كثوار مثلا لما نروح نطالب مسؤول أو كذا، يكون في نوع من الاحترام، في نوع من التقدير، في نوع من يعني مثلا يحددون مثلا موعد معين إنه سيتم ذلك، يعني يكون في تقدير أقل شيء. لجنة تقابل مثلا، لجنة تقابل، مش يعني يظل السائر الآن مثلا عندك في المسيرة لما وصلنا إلى الآن، يعني لم يكلف نفسه رئيس الجمهورية إنه يخرج واحد يمثله يتحاور مع الشباب وهؤلاء الثوار الذين قطعوا المسافات الطويلة وتركوا الأهل والولد يعني أشياء كثيرة من ورائهم، يعني لم يكلف نفسه حتى يخرج واحد يمثله ليتحاور معهم. هذا قمة في الاستهزاء يعني بالثوار والثورة. وهنا رسالة، يعني لو سمحت لنا، الرئيس عبد ربه لم يصل إلى منبر أو إلى كرسي الرئاسة بجهده، لا، وصل إليها بدماء الشهداء والشهيدات. نحن لا نمن عليه ذلك، ولكن نعرفه، يعني نعرفه أنه ما وصل إلى كرسي الحكم إلا بهذه الدماء، وعليه أن يحترم هذه الدماء ويأخذ لها بحقوقها من هؤلاء القتلة، هذا أقل القليل. نعم، لكن يعني كما هو معتاد أن رئيس الجمهورية لديه كثير من الأعمال ولديه كثير من الانشغالات ولديه كثير من أيضا من القضايا المهمة، يعني هل يعقل أن يعني الرئيس قام بدوره وغير المحافظ ورمى بالكرة إلى ملعب المحافظ؟ لماذا لا يتم التواصل مع المحافظ من أجل إصلاح هذه الأخطاء وإحداث التغيير الذي تريدونه أنتم؟ يعني هناك بعض التغييرات لا لا في القانون لا يحق لمحافظ المحافظة إعطاء التغيير مثل وكلاء المحافظة، لكنه صاحب الرأي والاقتراح إلى رئيس الجمهورية والرفع إلى الوزراء المعينين من أجل تغيير هؤلاء المرأة. قال شوقي عندما صعد له بعض الشباب إلى المحافظة، قال أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، بل هذا قرار من رئيس الجمهورية. فالحقيقة يعني وكلاء المحافظات نريد تغيير سريع وعاجل، وزير الداخلية قرار ضبعان، وما على المحافظ إلا مدير التربية ومكتب التربية ومكتب الصحة.
نعم، يعني المحافظ يرمي الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية من أجل تأخذ القرار الذي في تباطؤ يا أستاذ، يعني في لا مبالاة. يعني يوما أن جاء رئيس الوزراء محمد سالم بازندو دخلنا بوفد من الشباب ومن النقابات ومن العسكريين، محافظنا يقول أنا وعدت الشباب أنه سيكون في تغيير في قادم الأيام. يعني العسكريين اليوم هم في شارع جمال، قاطعين شارع جمال إلى اليوم، يعني لهم يمكن أسبوعين يقطعوا شارع جمال بسبب عدم صرف رواتبهم وإعادة مستحقاتهم. أمام رئيس الوزراء وضعناه يعني في المحك، قلنا له إذا أردت أن تستقر تعز فعليك بالخمسة: ضبعان، البخيتي، وكلاء المحافظة الشوافي عبد الله أمير، محمد الحاج. هؤلاء يعني من كانوا وصمة عار لهذه المحافظة في القتل وال يعني أنتم لا تريدون زيارات لرئيس الحكومة ولا تريدون أيضا وعود من المحافظ ولا من رئيس الجمهورية، أنتم تريدون قرارات حاسمة. نحن نريد من محافظ المحافظة أن يعطي صلاحيات بإقالة. ما الداعي أن يبقى مدير مكتب التربية ومدير مكتب الصحة؟ هؤلاء يعني القائمة إلى اليوم، يعني نحن لنا المحافظ له فترة يعني وعود يعني يشتي قرارات، هو له صلاحيات تعز معه. قال له الأعيان والمشائخ والشباب والأحزاب: ماذا تريد يا محافظنا؟ نحن معك، قرر نحن معك. لكن إلى اليوم مدير أمن انفلات أمني، يعني فوضى، يعني يتعرض مجموعة ناس بسطاء في محل، يدخلوا مسلحين ويعتدوا على يأخذوا ما حصلوا عليه من رزق اليوم، اعتداءات يعني متواصلة. المدينة انفلات أمني مريع. يعني كان في مدير أمن أعطى نوع من الاستقرار للمحافظة. سعى لإسقاط المدير الأمن السابق وتم تغييره، وأتى وللأسف بعض القوى اللي كانت إلى اليوم يعني ترى الانفلات الأمني، ترى الوضع المزري. نحن اليوم نطالب بإخراج المعسكرات خارج المدينة. طبعاً اليوم على رأس يعني يطوق مدينة تعز من كل الجهات. لكن دعونا نكون صريحين قليلاً، يعني أليس من الإنصاف أن لا يتم عزل كل هؤلاء الذين تطالبون بهم؟ لأن الثورة جاءت من أجل إنصاف الناس وليس من أجل إزاحة كل الموظفين، يعني خاصة من كانوا مدراء عموم أو مدراء. يعني نرد على السؤال بسؤال: أليس من العيب أن يظلوا على يعني متمسكين بمناصبهم يعني في الوزارات في المكاتب في غيره، وهم من عبثوا بمقدرات الشعب؟ يعني مثلا عندك مكتب التربية والتعليم، الكتاب المدرسي يبتاع في الشارع بينما الطلاب داخل المدارس لا يجدون كتاب. وأنا مدرسة وأولادي يعني في المدارس نبحث عن الكتاب عند الجيران وثم نضطر أن نشتريه من السوق السوداء. طيب، يعني أليس معيبا أن يكون هذا حال التربية والتعليم مثلا؟ فالسؤال نرد عليه بهذا السؤال للجهات المعنية. للجهات المعنية وليس لي. طيب أستاذة، يعني علشان نخرج من موضوع إلى موضوع الرحلة مسيرة الروح الثورية، ما هي مشاعركم وأنتم قادمون من تعز وأنتم تمرون بمنطقة خدار، بمنطقة دار سلم، بكثير من الأماكن التي كانت لها وقع شديد في مسيرة الحياة؟ أتمنى أن أسمع منك الإجابة، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا الحوار، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد في إلى هذه الحلقة التي نسلط الضوء عليها لاستقبال مسيرة الروح الثورية القادمة من محافظة تعز. وأرحب أيضا بضيوفي مرة أخرى هنا في الاستوديو. أستاذة جميلة جغمان، كنت قد سألتك قبل الفاصل عن ما هي مشاعركم وأنتم تمرون بداية من الانطلاق من محافظة تعز ومرورا بعدة محافظات ومناطق وصولا إلى صنعاء. ما هي مشاعركم وأنتم تمرون من بعض النقاط أو الأماكن والمناطق التي كانت لها أحداث دامية في مسيرة الحياة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لل يعني هي كنقاط التقاء بين مسيرة الحياة ومسيرة الروح الثورية. كانت هناك طبعا فعلا نقاط مشتركة بين مسيرة الحياة ومسيرة الروح الثورية. نعم. فالنقطة الأولى هي نقطة جبل الروس في تلك المنطقة. يعني مسيرة الحياة كان أول ما وصلنا هناك كان يعني وجود العسكر، وجود نقطة التفتيش يعني الشديدة في التفتيش. يعني استمرنا تقريبا بحدود ساعة تقريبا حتى يتم تفتيش جميع السيارات والباصات المارة. تم تفتيشها من قبل من بالضبط؟ يعني من قبل عناصر مسلحة، يعني العساكر، قوة الأمن. أيوة. فتم التفتيش حتى بالنسبة لباصة النساء، كان الأخوة يعني يفتحوا الباب بهذا. طبعا أني أحاول أني أرد الباب بقوة، فعلى أساس يعني يستعد واحد يعني حتى يعني يفتح الباب قد يكون فيه شيء معين يعني ما نستطيعش نحن. فحاول نفتح كونه مكان خاص بالنساء، مكان خاص بالنساء يعني احنا يعني متعودين احنا في اليمن يعني طبعا عندنا عادات تقاليد واحترام للمرأة، يعني مش لا تفتش السيارات التي فيها نساء. أيوة. لكن طبعا ما وجدناه في مسيرة الحياة، هو نفسه في مسيرة الروح الثورية كان هي نفس الحدث في منطقة الروس أو جبل الروس. تم التفتيش وظلنا تقريبا حدود ساعة إلى ساعة إلى ربع حتى انتهينا من التفتيش. وأيضا نفس الحكاية حدثت أيضا في دارسن، تفتيش مرة أخرى بنفس الصعوبة وبنفس يعني استذكرنا تماما مسيرة الحياة يعني وكأن اللهم كان نوعا ما مشاعرنا خلاص، يعني احنا قد تخلصنا من الرأس الكبيرة. الآن الحمد لله في يعني في نوع من الراحة النفسية، يعني مش بالصورة التي كانت من قبل. أما بالنسبة لدارسل طبعا كان الأخ تحدث في هذا الجانب، وألقينا هناك بيان، وكان من ضمن النقاط الذي ألقينا هي الأهداف مسيرة الروح الثورية، ليش يعني طلعنا بالضبط، ما هي أهدافنا، ما هي إلى آخره. في نفس مكان دارسل التي كانت فيها مجزرة مسيرة الحياة. نعم. أخي محمد، ما هي أبرز العوائق التي واجهتكم وأنتم في منذ الانطلاق إلى الوصول؟ كان في بداية العوائق ونحن مارين على النقد الأحمر، رأى بعض الشباب المارون في المسيرة صور للرئيس المخلوع، تأثر بعض أسر الشهداء وهم ينظرون قاتل أبنائهم وقاتل أخوانهم، فصعد وأنزلوا هذه الصورة. قام بعض المسلحين من أبناء تلك المنطقة الذين ينتمون للنظام السابق والذين ما زالوا يفكرون بثقافة النظام السابق بإطلاق الرصاص والعير النارية، والحمد لله لم يصب أي أحد بأذى. هذه في اليوم التالي ونحن في دار سلم جاء بعض البلاطقة. نشكر في البداية نشكر قوات الأمن التي رافقتنا من منفذ دار سلم إلى مدينة صنعاء هنا، لكن جاء البلاطقة من الخلف واعتدوا على بعض الباصات المقلة للأخوات النساء. قام بعض الشباب يعني اشتباك بينهم وبين تلك العناصر، تم إلقاء القبض على أحدهم ومن ثم فرار الآخرين. وتم احتواء الموقف من قبل رجال الأمن أم تم احتواء الموقف؟ يعني أنا أقول أنه يمكن باقي لليمن نقطتين في العاصمة صنعاء، نقطة تسليح
ونقطة سنحان، هذه النقطتين اللي عبثوا يعني رجال الحرس الجمهوري وبعض رجال الأمن المركزي يعبثوا بالناس، لكن الأيام القادمة بإذن الله ستسقط تلك النقطتين، لأنه بعد جولة درس لما رأينا رجال الأمن ورجال المرور على رأسهم قيس الإرياني اللي كان مدير مرور تعز يمشي معانا في المسيرة، كنت أبشر الناس أقول لهم أيها الأحرار ثورتكم منتصرة ما دام رجال الأمن ورجال الأحرار هم معنا في المسيرة، يرافقوا المسيرة ويحموا المسيرة ويفكوا الطريق للمسيرة، يعني ثورتكم منتصرة بإذن الله مهما حاولت بعض الجيوب التي ستسقط في الأيام القادمة بإذن الله. مسيرة الروح هذه بداية طريق لإسقاط أحمد علي ويحيى وكل رموز بقايا العائلة الذين لا زالوا في مواقعهم، والذين مرينا اليوم من أمامهم نقول لهم أيامكم معدودة، وأفرادهم في على جدران المعسكرات وعلى أبواب المعسكرات يشير لنا بالشهادة والنصر، النصر قادم لإسقاط بقايا العائلة، هذه الجيوب بإذن الله ستسقط. مسيرة الروح بداية الطريق. نعم، يعني أنتم في هذه المسيرة شعرتم بأن هناك تغيير فعلي وحدث، يعني من خلال مقارنة بين الصعوبات اللي واجهتموها اليوم بين الصعوبات التي عشتموها في مسيرة الحياة. أولا يعني عشان التوضيح بس، لم أكن مشاركة في مسيرة الحياة، لكن يعني ما وجدته الآن في هذه المسيرة وحب أن أوضح على هذا الشيء، إنه يعني بعد هذه الفترة الطويلة من قيام الثورة والتغييرات التي حصلت أراها يعني تغيير ليس منطقيا بشكل كبير أو لا نتلمسه على الأرض على الواقع. مثلا عندك الحياة العسكرية لا زالت موجودة، العساكر يعني منتشرين بشكل فظيع، لا تستطيع أن تتخيل أن الثورة قد يكون من أجل حمايتكم. لا يعني حمايتنا عشان يخرج بالعصيان هذا العدد كله الكم الهائل المنتشر في الشارع، يعني هذا مش حماية، هذا حماية أشخاص وليست حماية المسيرة. إذا كانت أين كان هذا المكان؟ طبعا هي رئاسة وتحتاج إلى حماية، لكن ليس بهذا العدد الكبير، يعني لا يكفي أنه المسلحين قدام العساكر مرصوصين والمدرعات وغيره وغيره، وبعدين يخرج لك الشيء الثاني اللي هو ماسكين الهراوات، لمن هذه؟ لمن أعدت؟ إحنا ثرنا وقامت الثورة لننهي الحياة العسكرية، مللناها داخل المدن، حياة عسكرية المعسكرات داخل المدن، نقاط التفتيش داخل المدن، كم لو جيت الآن أعد كم نقطة مرينا بها منذ خرجنا من تعز إلى هنا، يعني نقاط كثيرة، منهم اللي يسحب الباب واللي يعني أشياء يفعلونها لم تجري عليها أعراف اليمن، لا عاداتها ولا تقاليدها ولا النخوة ولا الشهامة ولا حتى الدين أمرك تفعل هذا، يعني يفتح الباب ويسحبه بكل قوته عشان يفتش طبعا النساء. إذا الحياة العسكرية لا زالت موجودة، وهذا هو هذا المطلب أيضا من مطالبنا أو هدف من أهداف الثورة، هيكلة الجيش نادى بها الشباب منذ أن وصلنا إلى الآن وهم لا زالوا ينادون مطلبنا هيكلة الجيش، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعل الآذان صاغية لنا. نعم. نعم. أستاذة، هل توافقيها الرأي أن التغيير الذي حدث يعني هو تغيير طفيف ولم يلمسه المواطن على الواقع؟ هو في الحقيقة أنا أوافق الرأي، بس في يعني مش للدرجة الذي كانت عليه في مسيرة الحياة. هو فعلا في زي ما قالت يعني رجال الأمن وكذا، بس حتى أنا لما مثلا كنت أطرح لهم سؤال بنوع من يعني المداعبة كذا، يعني لماذا هذا العصا يعني، فقال لحمايتكم، قلت له أهم شيء بيجيش فوق رأسي. لأن الحماية لا تكون غير الصورة بهذا الشكل. نعم. فيعني هذا ما عندي. نعم. بالنسبة لمشاركة المرأة في مسيرة، سواء كانت من مسيرة الحياة التي انطلقت مشيا على الأقدام، وأنا كان لي الشرف أن شاركت في هذه المسيرة ورأيت فعلا النساء يعني مشين تحت حرارة الشمس، يعني ما هي دلالة هذه المشاركة للمرأة الثورية في محافظة تعز في كل هذه المسيرة؟ دلالة هذه المشاركة معنى ذلك أن المرأة اليمنية أصبحت في وعي كامل لحقوقها، سواء كان حقوق سياسية وحقوق اجتماعية وحقوق زوجية وحقوق بيتية إلى آخره من الحقوق، يعني الآن أصبحت يعني بإذن الله تعرف حقوقها وواجباتها.
ناحية وطنه، ناحية بيته، ناحية أهله، ناحية زوجه، ناحية إلى ما إلى هنالك من الحقوق. هذا الدلالة. الشيء الثاني، المرأة اليمنية الآن أصبحت في وعي كامل. يعني مثلا الثورة، يعني بفضل الله عز وجل، يعني تقريبا قامت أكثر شيء على عاتق المرأة، يعني فعلا يعني أكثر المواقف الذي كانت تصدر المرأة، مش انحيازا للمرأة، لكن فعلا هذا معاصرة للثورة. صحيح، لا يعني سيسطر التاريخ مشاركة المرأة التي فعلا أدهشت العالم بهذا الشكل الكبير لمشاركة المرأة، يعني والتي أحدثت فعلا تغيير كبير في يعني نظرة العالم نحو اليمن. في عقلية تفكيرها، يعني لمجريات الثورة، كان يعني في بعض الأخوات مثلا، عندك الشهيدة تفاحة، سألتها قبل استشهادها يعني يوم الخميس 10/11، قلت لها يا تفاحة تأخرت يعني ثورتنا كثير، فقالت لي كلمة لا زلت إلى الآن يعني أجعل شعار في الحياة، قالت ليس مهم أن نكون في المقدمة، في مقدمة الثورة تقصد، لكن الأهم أن تكون ثورتنا منظمة، يعني مفهوم ومصطلح رائع. الآن لو شعرنا بضيق إن الثورة لم تنجح، أذكر كلام الشهيدة تفاحة وعقليتها الرائعة. وعلى غرار هذا اليوم، يعني كان هناك مؤتمر وتكلم فيه عبد الكريم الإرياني رئيس لجنة الحوار، وقال بالحرف الواحد أن الثورة الشعبية الشبابية، أن الثورة الشبابية أنتجت تغيير سلمي متفرد في الوطن العربي، وهذا يعني شهادة يعني نعتز بها كثوار في ساحات. أيضا بس أطرح نقطة بالنسبة للمرأة اليمنية الآن في الثورة، أصبحت تطلب الشهادة فقط، يعني تريد الشهادة. حتى أيضا موقف ذكرتني فيه الأستاذة قبل استشهادة بتقريبا يومين، يعني تقول لي إن شاء الله يعني أكون حاجة بيت الله الحرام أو شهيدة، وفعلا استشهدت في 11/11/2011. الله أكبر. مسيرة الروح وصلت اليوم بعد عصر اليوم إلى محطتها الأخيرة، إلى صنعاء، إلى العاصمة صنعاء. يعني ما هي الفعالية التي أقمتموها أمام يعني منزل رئيس الجمهورية؟ كان هناك بيان للجنة المنظمة للمسيرة، من ثم ذهبنا إلى لقاء الأستاذ عبد القادر قحطان. لو تحدثنا عن أبرز نقاط البيان الذي تحدثت معه. وهي ذكرت المطالب، هي كان بيان محصور في المطالب التي جاءت من أجله المسيرة، إسقاط الحصانة، إرداد الأموال المنهوبة، قالت بقايا الفاسدين من ما زالوا يتربعوا على حكم إلى يومنا هذا. ذهبنا إلى لقاء وزير الداخلية الأستاذ عبد القادر قحطان، وطرحنا له أهداف المسيرة التي جاءت، مطالب المسيرة، مطالبنا كشباب. وكنا نريد بالحقيقة مقابلة رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول ومن له الحق في تنفيذ هذه المطالب. حقيقة حصلت بعض الإشكالات في هذا الأمر. وعدنا وزير الداخلية بأن يوصل رسالتنا كاملة إلى رئيس الجمهورية، وما علينا إلا الصبر وتتبع النتائج. نعم، هل ما زال المشاركون إلى حد الآن موجودين، يعني إلى هذه الساعة وإلى هذه اللحظة موجودين أمام منزل رئيس الجمهورية؟ موجودين إلى الآن معتصمين، يعني يريدوا قرارات الشباب. يعني لهذا قلت أنه لو جيت تسأل غالبية الشباب في مسيرة الروح، تسألهم ما هي أهداف المسيرة، بيقول لك الأهداف الرئيسية، لكن بيفتح لك حقيقة ما يريد، بيقول لك تعز، تعز نحن وإسنا، إحباط. وصل بعض الشباب إلى الإحباط، أنه يعني برنامج تصعيد ثوري، برنامج تصعيد ثوري، يعني تواصلا مع التصعيد الثوري، مسيرات، اعتصامات، هؤلاء الناس يعني قلوب متحجرة لأنهم شاركوا بالقتل. يعني لو إنسان يحترم نفسه، كثرة الاعتصامات والمسيرات أمام المؤسسات وأمام المحافظة
يعني إذا كانوا فيهم ذرة احترام هل يرحلوا؟ لكنهم باقين الآن، الشباب معتصمين هناك لن يرحلوا حتى يروا قرارات عاقلة، لكنها مربوطة بالأخ شوقي. نحن جئنا إلى رئيس الجمهورية لنستنجد. نحن نعذر رئيس الجمهورية لو قلنا أن تعز ممكن تكون في البال، يمكن تكون في البال، لكن مشاغله كثيرة. لكن وصلنا إلى مرحلة اللاعودة. طيب لماذا تستعجلون الآن؟ يعني لماذا لا تعطوا رئيس الجمهورية فرصة من أجل أن يأخذ قرارات ويتداول الموضوع؟ يعني الأمر ليس بهذه السهولة الذي قد تظنونه. يعني لماذا لا تتركوا لرئيس الجمهورية مساحة من الوقت من أجل أن يبدأ في التغيير؟ أولا يعني أحب أضيف على كلام الأخ واللي هو على سؤالك على يعني الشباب وبقائهم. خرجنا قبل قليل مجيئا إلى هنا، وكل الشباب والشابات والأخوات كلهم عندهم إصرار إنه اعتصام اعتصام حتى تلبى جميع المطالب. الفرصة لرئيس الجمهورية كم يريد من فرص؟ الآن من يوم طلع إلى السلطة منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا، يعني فرصة كبير، وهي قرارات يعني بسيطة قد يراها البعض أنها ثقيلة وقد تحدث مشاكل وأشياء كبيرة تربك، يعني مثلا نظام وهيكلة المحافظات، لكن في نفس الوقت لابد أن تتغير، لأنه سئمنا هذا يعني مسيرات اعتصامات هتافات تصعيد ثوري. طيب يعني كم مرة ذهب الشباب إلى جوار مبنى المحافظة للمطالبة، يعني يطالبون المحافظ ببعض المطالب ما استطاع أن يحقق هذه المطالب، فبالتالي انتقلوا إلى رئيس الجمهورية الذي عين المحافظ، يعني يتفاهموا وبعدين يطلعوا لنا بقرار. لكن أعطاله صلاحيات أساسا. أيوة أعطاله. أنت محافظ تعز لك صلاحيات، رئيس الجمهورية لك صلاحيات محافظ، يعني يمكن المحافظ الوحيد اليوم اللي يحصل على صلاحيات كبيرة. ما الذي يجعله يعني متردد؟ أبناء تعز معه اليوم، يعني هذه مشكلة كبيرة، أنه نبقى يعني محبطين. اليوم يقال هيئة مستشفى الثورة بسبب فساد ما، بسبب إهمال، لكن لا يعني ذلك أنه خلاص، أنه أنا أشتي مدير بالمعايير المعينة مع الطاقم حقه. مشكلة هذه، أنا أبدأ كيف أزيل العائق الكبير؟ هؤلاء الذين شاركوا في قتل الثوار، هؤلاء عائق كبير أمام أي إصلاح داخل مدينة تعز. يعني ماذا بقي لعبد الكريم محمود إلى الأسبوع الماضي والنيابة العامة تطلبه في قضية يعني أجهزة كمبيوترات 200 جهاز؟ هذه في يعني هل محافظنا ينتظر الآخرين أن يأخذوا الفرصة لينهبوا ما بقي؟ يعني هل باقي مكاتب المؤسسات ما نهبوهاش؟ هذه ممكن أيضا تكون على قد يكون هذا الكلام هو حجم الفساد كبير فعلا، لكن البعض يقول لماذا تستعجلون؟ يعني لا مش مستعجلين، يعني لو سمحت لي بس بهذه النقطة قبل السابع، احنا مش مستعجلين، احنا عندنا دور نؤديه ورئيس الجمهورية عنده دور يؤديه. احنا دورنا نشد يعني من عزيمته بهذه الهتافات بهذه المسيرات بهذه عشان يتخذ قرارات جريئة. قراءة رئيس الجمهورية يعني لا نشكك فيها إن شاء الله، لكن مسيرة الروح الثورية وغيرها من المسيرات هي يعني تزيد حماس وتزيد إرادة. إذا أراد يعني فرصة، نحن أو الشباب معتصمون أمام منزله، إذا أراد أن يخلص من الأصوات هذه يصدر قرارات تلبية المطالب العاجلة السريعة. أستاذة جميلة. أستاذي بالنسبة للنقطة هذه اللي نتحدث الآن في باب، يعني لما تقول لنا مثلا إحنا مستعجلين، يعني هل هذه الفترة اللي تركنا الفرصة هذه ما يستطيعش يغير لي إنسان فاسد داخل كرسي حكم يؤثر على أمة أمامه؟ يعني ما يستطيعش يغير هذا الشخص؟ يعني أصبحوا الآن القتلة حماة لشخص معين على أساس يكملوا بقية مطالبهم؟ يعني إلى متى؟
احنا يعني نريد قرارات حاسمة في هذا الجانب. احنا نحن كشباب في الثورة نريد قرارات حاسمة في هذا الجانب. يعني ان اغير شخص من مكان لمكان على اساس مصلحة امه، هذا اعتقد انه امر عادي جدا، ما في بوش اي مشكلة. اما ان اطبطب هذا يعني ما زال له عندي مصلحة، هذا ما زال انا يعني انا ممكن ان استفيد منه، هذا مش عندنا. احنا ثوار واحنا نحتاج قرارات حاسمة في هذا الجانب، قانون سواء كان لتعز او لجميع محافظة الجمهورية. طيب لماذا لا يتم اعداد ملفات بهؤلاء الفاسدين، يعني من اجل رفعها اما الى المحاكم او الى رئيس الجمهورية وتقول انه هذه ملفات فساد على المسؤول في فلان الفلاني نطالب بتغييره؟ رفعت الملفات، رفعت الملفات، رفعت التقارير، كثرت اللقاءات مع كل المكونات. يعني ماذا بقي لدى محافظنا؟ لم يبقى شيء. يعرف كل مداخل ومخارج هذه المؤسسات، وكم الفساد الذي فيها، وكم البلاوي. ماذا ينتظر؟ أبناء تعز يعني معه يد واحدة، نشتري قرارات شجاعة ونحن معه. فلان 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 يقرر ونحن معه حتى. أما أنه يأتينا بأعذار من سيأتي البديل فهذه مشكلة. هل تعز يعني عقيمان؟ مشكلة. طيب أخي محمد، يعني في حال إذا استمريتم بهذه المطالبة، إلى متى يمكنكم أن تظلوا في هذه المطالبة؟ إلى متى طول انتظاركم وبالكم على هذه المطالب؟ نحن صبرنا على حكم علي عبد الله صالح 33 عام، فلا أعتقد أن نحن سنيأس أو سنخجل أو سنتعب من أن نجري أو نلاحق هؤلاء المسؤولين من أجل حقوق هذا الشعب الذي حرم منها فترة طويلة. نحن لن نتوقف عن مطالبنا إلا بعد تحقيقها كاملة وتحقيق أهداف الثورة التي خرج منها شباب 11 فبراير في أول ليلة مطالبين فيها. لن نيأس ولن نبرح الساحات حتى تتحقق كافة أهداف الثورة. أنا أذكر المحافظ في يوم ما يقول، ورئيس الوزراء موجود، نحن أنا أتكلم معه أقول له يعني يا رئيس الوزراء، هو يتأذى من المسيرات، أقول له يا رئيس الوزراء مطالبنا 1 2 3 4 5، فيقول لي المحافظ التغيير حبة حبة. قلت له التغيير حبة حبة ونحن شباب الثورة بعدكم حتى تتحقق الحبة الحبة. إلى اليوم لم نرى هذه الحبة الحبة، لا حبة ولا نص حبة، لا حبة ولا نص حبة. نرى بعض المطالب اللي كان يوعد بتحقيقها. اليوم شارع جمال مقطوع، المنظمين عسكريا، اليوم قرب العيد وهؤلاء الأحرار حماة الثورة اليوم في شارع جمال معتصمين يطالبون بإعادة مرتباتهم. يعني ألا يخجلون؟ يعني هؤلاء الناس يريدون مرتباتهم، إعادتهم إلى مواقعهم الأسبوع حتى يستعيدوا حياتهم. اليوم يعني تندم تشوف شارع جمال اليوم يتمدد، كل يوم ينقطع قليل حتى تحقق مطالبهم. لماذا التسويف؟ لا، إلى متى؟ طيب أستاذ، إلى متى أنتم أيضا، أنقل هذا السؤال، إلى متى ستظلون يعني مرابطين أمام منزل رئيس الجمهورية؟ هل ممكن إذا أن يصدر القرارات، وإذا تأخر في إصدار القرارات ستظلون؟ والله نحن نرتبط يعني بلجنة إشرافية وفق ما تراه اللجنة تحدد، نحن يعني نسير معها، لكن في نفس الوقت نطرح آراءنا، نناقش حتى نطلع بقرارات. لكن أعتقد أن الشباب يعني لديهم إرادة وعزيمة. الأخ يقول لك إنه شارع جمال كل يوم يزداد انقطاع الطريق، فهذا يعني هذه الثورة في تعز. مسيرة الروح الثورية يعني تأخذ هذه المسافة كلها وصعاب ومعاناة، فما أعتقدش إنهم سيملون من المكوث طويل يعني طويلة أو قصر أمام بيت رئيس الجمهورية أو حتى في ساحة الحرية. يعني إذا جلسوا هنا ودخلوا ساحة الحرية ممكن يخرجوا بمسيرات أخرى، سواء كان على صعيد يعني الوزارات أو الرئاسة. نعم.
يعني لن يتسلل الملل واليأس إلى ولا الكلل قلوبكم إن شاء الله. من أجل هذه المطالب أو من غير أو من أجل استكمال أهداف الثورة بشكل عام. أنا أعتقد أستاذي على الإطلاق. لماذا؟ الثورة في الجمهورية اليمنية ليست حروف ثورة. احنا انطلقنا اليوم انطلقنا طبعا أمس باسم مسيرة الروح الثورية. الروح هذه الذي يعني يحملها 20 أو 25 مليون يعني ثوري داخل اليمن، منهم الساكتين واحنا عارفين، ومنهم الثوريين هم موجودين في الساحة، ومنهم المضلل عليهم. فأنا الشيء أوضحه، النقطة اللي أوضحها هي الروح الثورية. يعني أسميناها بهذا الاسم لأنه الثورة ليست اسم وإنما هي روح، يعني ثورة موجودة في كل ثائر وكل حر يمني داخل مدينة داخل الجمهورية اليمنية. أخي محمد، في نصف دقيقة فقط، ما هي رسالتك الأخيرة في هذا اللقاء؟ رسالتي هو الوفاء بحق دماء الشهداء، الوفاء لكل ثائر في الساحة وهب دمه وروحه فداء لهذا الوطن. الرسالة هي إقالة جميع الفاسدين، جميع من ورطت أيديهم بدماء الشهداء، جميع من عبثوا في مقدرات هذا البلاد، هذا الوطن، وهذا كله يرجع إلى الحكومة. أستاذ محمد، في نصف دقيقة لو تكرمت. استكمال الأهداف، أهداف الثورة، نحن نطالب بقرارات، قرارات أكثر جراءة، قرارات مستعجلة، سواء كانت على مستوى هيكلة الجيش، على مستوى المؤسسات المدنية، وتعز الثورة. نطالب بإنصاف، لا نقول نشتي إنصاف، إنصاف تعز من الظلم والتعسف. أستاذة جميلة، في نصف دقيقة لو تكرمتي. رسالتي أولا الوفاء للشهداء، الشيء الثاني الجرحى، جرحى تعز لا يتم معالجتهم في مدينة تعز، واللجنة الطبية تبحث في مدينة تعز، إنما ينتقلون للمحافظة الأخرى ليسافروا، يعني المعاملة تكون في محافظة أخرى ليسافروا إلى الخارج أو ليعالجوا. لماذا لا تقام مراكز لمعالجة الجرحى في نفس المحافظة؟ أيضا المعتقلين يعني ملفهم مغلق ولا ندري إلى متى، فنرجو من الجهات المعنية طرق هذا الباب باستمرار حتى يروا النور. أستاذ جميلة جرمان، طبعا رسالتي لكل من يتربع على كرسي الحكم في هذه اللحظة، طبعا مطالبنا حددناها في المسيرة، مسيرة الروح الثورية حددناها بنقاط رئيسية، يعني قد كررها يعني مرارا وتكرارا. لا حصنا للقتلة، دم الشهداء في عنق كل مسلم يمني موجود على أرض اليمن، فهذه أول قضية. النقطة الثانية قضايا المعتقلين الموجودين في السجون إلى الآن على إثر الثورة، يعني مش أتمنى وإنما يعني وأطالب الجهات المعنية بإقالة إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، لأنهم مطالبهم كانت هي نفس مطالبنا، يعني ما فيش أي مشاكل، ما فيش أي شيء ممكن يؤثر عليهم. النقطة الثالثة اللي شو أؤكد عليه، لماذا هذا الصمت العربي تجاه سوريا؟ هذه النقطة لم نتطرق لها، لماذا هذا الصمت العربي تجاه سوريا؟ سوريا تنتحر الآن، لماذا هذا الصمت العربي؟ نعم، وبإذن الله سنخصص حلقة لسوريا وتكونوا أنتم ضيوفنا إن شاء الله، أو أبناء مسيرة الروح الثورية. لا شك أن رسالتكم التي أتيتم بها من تعز حاملين مشاعر الروح الثورية، بعثتم الروح الثورية في كل نفس يمني حر ثائر، ولا شك أن رسالتكم ستكون قد وصلت أو ستصل إلى صناع القرار، على أمل أن تجد آذانا صاغية من أجل تنفيذ هذه المطالب. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي هنا في الاستوديو، بداية بالأستاذ محمد رشاد الأكحلي، مقرر عام اللجنة الإشرافية في مسيرة الروح الثورية، وكذلك الأستاذ محمد حميد القدسي، مساعد رئيس اللجنة الإعلامية في المسيرة، وأيضا الأستاذة جميلة البهرمي، مسؤولة البرامج في مسيرة الروح الثورية، وكذلك الأستاذة جميلة جغمان،
مشرفة التنسيق والعلاقات في المسيرة. شكرا جزيلا لكم. أنا أشعر تماما يعني بتعبكم وأنكم مرهقين بعد هذه المسيرة، لكن لا شك أن رسالتكم وصلت وأنها ستلقى أذانا صاغية. وإلى أن ألتقيكم أيضا مشاهدينا الكرام في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.